أهلا بكم إلى برنامج رأيكم. في هذه الحلقة اقتراحات وانتقادات تكاد تشمل كل كبيرة وصغيرة، خاصة فيما يتعلق بالبرامج، ولا نقولها من باب الضيق بل من باب الترحيب بكل آرائكم. فلنبدأ معا بعرض سريع لفقرات هذه الحلقة. مشاهدة تنتقد: لماذا تغيرون فجأة مواعيد بث البرامج؟ كنا عندكم كاميرات تقريبا. آراؤكم بالصوت والصورة من القاهرة. مش بتألفوا يعني. بهاء طاهر الروائي المصري ضيف الحلقة لهذا الأسبوع. مشاهدة تسأل: لماذا تغيرون مواعيد البث لبرامجكم؟ وتقول بأن مثل هذه التغييرات تصعب من متابعة البرامج بالنسبة للمشاهدين. إلى أي مدى تتكرر مثل هذه التغييرات المفاجئة على شاشة بي بي سي؟ وما هي مبرراتها التحريرية؟ لماذا لا يتم الإعلان ولا حتى الاعتذار عندما تغيرون فجأة مواعيد البرامج؟ هذا التغيير المفاجئ يحير المشاهدين ويجعل من الصعوبة بمكان متابعة برامجكم. يعني انتقاد يخص عدم بث البرامج بمواعيدها المحددة، أو أن يقطع برنامج ما ليبث مكانه شيء آخر. نحن نحرص على أن نبث البرامج في مواعيدها، لأننا نعلم أن الجمهور يعتاد على برنامج معين ويفضل أن يشاهده في هذا الموعد. على كل حال، نحن نعيش في عصر ما يسمى بالأخبار على مدار الساعة، وهناك الكثير من الوقائع والأحداث التي تحصل فجأة مثلا، وعلينا أن نتعامل معها ونغطيها، ويكون ذلك على حساب برنامج معين أو على حساب توقيت معين. فلذلك نحن نعلم أن هذا قد يؤدي إلى بعض التشويش، ولكن نأمل من جمهورنا أن يتفهم أننا في عصر 24 ساعة الأخبار المتواترة. رسائل عديدة وصلت إيميل البرنامج، معظمها يحمل اقتراحات لبرامج معينة مثل برنامج بي بي سي إكسترا وبرنامج ذاكرة إذاعة وبرنامج نقطة حوار، وبعض هذه الرسائل يحمل تصورات لتطوير برامج أخرى، وبعضها الآخر يطالب بإعادة برامج اختفت. برنامجكم الجديد ذاكرة إذاعة عاد بنا إلى الوراء، حيث ذكرنا بتلك الأصوات الذهبية التي أحببناها. نتمنى أن يعرض البرنامج مقتطفات من البرامج القديمة الجميلة مثل ندوة المستمعين وقول على قول والسياسة بين السائل والمجيب وكشكول المغرب. أنا المستمع القديم الجديد لبرامج بي بي سي، أتمنى أن يقدم لنا برنامج ذاكرة إذاعة مقاطع من صوت المذيع الراحل محمد مصطفى رمضان، فللأسف صوره نادرة والمعلومات عنه شحيحة. أقترح أن يعرض برنامج ذاكرة إذاعة تسجيلات الشاعر العراقي الكبير بدر شاكر السياب. نحن نعرف أنه زار لندن وسجل بعض قصائده بصوته لإذاعة بي بي سي، فإذا كان هناك وقت محدد لعرض تلك التسجيلات أرجو الإعلان عنه من خلال منابركم المتعددة. في الواقع كثير من المستمعين أرسلوا العديد من الطلبات فور سماعهم للحلقات الأولى من برنامج ذاكرة إذاعة. الكثيرين أيضا طلبوا برنامج قول على قول، وأنا كنت أتوقع هذا منذ البداية، وهو معلم ثابت في البرنامج. كل أسبوع هناك حلقة من برنامج قول على قول. بعض المستمعين سأل أيضا عن الراحل محمد مصطفى رمضان. أعمل جاهدا الآن على الحصول على بعض من تسجيلاته، وكذلك التسجيل مع ابنته المقيمة في لندن، وإن شاء الله يلبى هذا الطلب قريبا في القادم من حلقات البرنامج. بالنسبة لبدر شاكر السياب، برضو عدد من المستمعين دون ذكر أسماء طلبوا الاستماع إليه. أيضا القادم من الحلقات ربما يحمل بعض المفاجآت بالنسبة لصوت بدر شاكر السياب، سواء عن طريق القصائد التي ألقاها أو عندما استضيف في هيئة الإذاعة البريطانية. أنا متابع ومشارك وبشكل مستمر لبرنامج نقطة حوار. أقترح على بي بي سي أن يقوم مراسلوها في الدول العربية بزيارة منازل المشاركين في البرامج الحوارية والتفاعلية لخلق جو ودي بين الأسرة والمحطة. في الواقع، فكرة ذهاب المراسلين إلى منازل المشاركين واستطلاع آرائهم فكرة جيدة للغاية، ونحن نحاول الاقتراب منها بصورتين.
الأولى فكرة أو طريقة أخذ عينة من الآراء في الشارع بالصوت والصورة. الثانية هي إقامة برامج في موقع الحدث كما فعلنا مؤخرا في ليبيا وقبلها في مصر قبلها مع عرب أمريكيين في الولايات المتحدة بجمع مجموعة من المشاركين في البرنامج وتعرف على رأيه مباشرة. لكن المشكلة في هذا الاقتراح أنه يتطلب المزيد من الوقت والمجهود من المراسلين رغم يكون هذا ممكنا في بعض الأحيان لكن غير ممكن دائما وسنحاول يعني بشكل أكبر القيام بها. أقترح عليكم إعادة النظر في بعض برامجكم وطريقة بثها حيث يجب الاعتماد على البرامج المباشرة التي تضمن تواصل المشاهدين. البرامج المسجلة تخلق نوعا من الملل فالمشاهد العربي أصبح يميل إلى المشاركة في الحوار لا أن يبقى متلقيا فقط. وكم من مرة أثبت المشاهد البسيط أنه قادر على فهم ما يدور في الساحة أكثر من بعض المحللين والخبراء. لماذا اختفى برنامج القصة القصيرة من الراديو وتم عرض فقرة قصيرة منه ضمن برنامج بي بي سي إكسترا؟ من العراق قدمت بي بي سي عربي تقارير خاصة لم تقتصر فقط على الحدث السياسي رغم سخونته وحيويته بل شملت جوانب إنسانية وثقافية تشكل جزءا أساسيا من المشهد العراقي. ذي موظفات القطاع العام تحول جدلا واسعا في العراق بعد أن أوصت اللجنة العليا للنهوض بالمرأة بارتدائهن اللباس المناسب أثناء الدوام. سريعا كيلت انتقادات واسعة إلى الوزيرة المعنية تتهمها فيها جمعيات نسوية بالتعدي على الحقوق الشخصية للنساء. تهمت الوزارة بأنها تنتهك حقوق المرأة وأنها ضد المرأة وبدأوا بصراحة يكيلون اتهامات ليس لها صحة أن الوزيرة تدعو إلى ارتداء الحجاب إلى لبس السواد إلى حتى لبس النقاب. ليس لي الحق أن أفرض الحجاب لأننا ليس دولة إسلامية معلنة. أم بلال سيدة غير محجبة ولكنها تبقي حجابها معها دائما ترتديه عندما تستقل المواصلات العامة أو عندما تزور مناطق معينة في العاصمة. يعتبروه شيء غريب فشيء أنه هاي جاية يعني بقباحة بصلافة عين أنه تدخل إلى منطقة دينية بدون حجاب هذا يسهل علينا هواية أمور. معظم الأوقات عندما نتحدث عن تغطية العراق مشمل الأشخاص ينتظرون أخبار سياسية أو أخبار أمنية ولكن العراق هو مجتمع غني جدا بتفاعلات كثيرة هي بحكم تراكمات حروب وحصار ثم حرب ثم بلد يحاول النهوض من جديد وعندما نتحدث عن تغطية العراق يجب أن نغطي ما يحدث في العراق من تغييرات اجتماعية في الدرجة الأولى وثقافية وغيرها من مجالات الحياة لذلك عند أي مراسل عندما يغطي هذه المواضيع في أي مجتمع كالمجتمع العراقي الغني جداً يشعر بمتعة استثنائية ونحن نشعر أن هذا هو أيضاً رد فعل الجمهور الذي يتفاعل معنا هناك الكثير الذي يهم الشريحة الأكبر في العراق وربما في العالم العربي الذي يحاول التعرف مجدداً على هذه البلاد وعلى ما حدث فيها في صلب تركيبتها وهو ما يجب أن يكون أيضاً نصب عين أي مراسل يريد أن يفي العراق حقه من ناحية التغطية الصحفية. من الشارع المصري هذه المرة تأتينا آراءكم بالصوت والصورة. أيام الثورة أول الثورة كان فيها تغطية إخبارية جامدة جدا للثورة والأحداث والصور كانت صريحة ما فيهاش تقطيع كتير ولا كات كتير فكانت ممتازة. كل الـ 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 التغطية يعني بتعجبني والتحليل للمواقف يعني بحدية أو كده دي اللي بتعجبني. تمام بتابعها أنا بيعجبني فيها عامة إن هي بتجيب ناس مش متعصبة وبتجيب ناس الرأي والرأي الآخر دايما أوكي ويعني بتجيب أنا بحس بستريح لما بشوفها ده غير كده بالذات إن بتجيب مثلا شباب على التليفون في برامج معينة اللي هي بيبقى 3-4 بيتكلموا في نفس الوقت من كذا بلد بيتكلموا من كذا مثلا يعني في مسلمين مسيحيين على حسب وبتجيبهم ده يتكلم وبتسيبهم بحيادية تامة إن هم يتكلموا فده حاجة بتعجبني برضو في البي بي سي. كنت عندكم كاميرات تقريبا في الميدان وكنت يعني بتنقلوا الحاجة اللي بتحصل فعلا مش بتألفوا يعني. اغلب الحاجه اللي بتابعها اللي هي كانت الاخبار يعني اللي هي لان هو دلوقتي الاخبار هي اهم حاجه لانك انت في مرحله في الوقت الحالي بتبقى عايز تتاكد من اكتر من مصدر بالنسبه لموضوع الاخبار فاكيد هي دي اهم فتره يعني.
ضيف الحلقة لهذا الأسبوع يطل علينا من القاهرة الروائي بهاء طاهر. أنا بذكر أن أنا مرة في الستينات قريت مقال لأحد الكتاب المثقفين بيقول فيه أنه بريطانيا لو ضاعت كل مستعمراتها وكل إمبراطوريتها فهتفضل دولة عظمى بفضل حاجتين، شكسبير والبي بي سي. أنا بأذكر أنه في وقت من الأوقات كانت البي بي سي هي المصدر الأساسي للأخبار أكثر من القنوات الوطنية أو القنوات مش بس في مصر وإنما في كتير جدا من البلاد العربية التي زرتها. ربما في لحظات معينة ما كانش هذه الموضوعية متوفرة تماما، لسيما بأذكر في فترة غزو العراق ما كانتش البي بي سي هي البي بي سي اللي تعودنا عليها، وإنما كانت البي بي سي اللي تعبر عن رأي الحكومة المشتركة في حرب في العراق. يمكن ليه ملاحظة هنا الحقيقة، التكرار الممل يعني كثير جدا، يعني نشرة الأخبار بتاعت الساعة 8 الصبح هي نفسها بتاعت الساعة 12 بالليل، يعني تفضل تتكرر كل ساعة هي نفسها، وده بيبقى شيء ممل جدا. هذا كل ما لدينا لهذا الأسبوع، تابعونا على شاشتنا، إذاعتنا وموقعنا bbcarabic.com، واكتبوا لنا على رأيكم @bbc.co.uk، وتأكدوا دائما أن كل آرائكم مرحب بها في رأيكم.